أصدر وزير التموين علي المصلحي توجيها وزريا يقضي باستقبال طلبات إضافة المواليد من المواطنين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية. وجاء في المادة الأولى أنه نظرا لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجا وتيسيرا على المواطنين، يتم التنبيه على مديريات التموين باختار المكاتب التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين الذين ينطبق عليهم القواعد.